والسنن جمع سنة، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي أي طريقتي. وأما عند المحدثين وفي علم الاصطلاح، السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذه هي السنة باصطلاح المحدثين، لكن لها إطلاق عام وهو الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف عام، وتفصيلها هو تفصيل المحدثين. وهذا فيه أنه لا بد من الاحتجاج بالسنة بعد القرآن، السنة هي المصدر الثاني من مصادر الإسلام بعد القرآن الكريم.